السلامة ومرحبا بكم مشاهدينا في المدينة العربي. أهلا وسهلا بكم في نزهة المشتاق. كنا في نزهة سابقة في سوق البركة، وكانت دوديشة حلوة بين روعة المعروضات والرواية التاريخية الممتعة مع بستار عمامي. محلاها المدينة العربي، في كل تركينة تروي حكاية، خليك تحتار منين تبدأ الحكاية. عي تعرفوا ماشي توا؟ تبعوني. سوق الشواشية هو السوق الوحيد من تونس لبلاد الصين. سوق الشواشية عنده حكاية، ويا غيبة عبسة ترى عمامه في الرواية. زرتني سوهي جيت عمل هنا مع سلام. ها مرحبا. مع سلامة. مرحبا. ربي عينك. عينيك بعيش. مرحبا. ورقة شاشية. قلت بدل الصنعة بدل القلم الفخيرة. والله هي موتيتك الساعة. بابا نفس الفوطة عم شوف شو هو قداش يدي حمر من الخدمة. عارفي هذاك؟ اي عارفه هو هذاك القلفة هذاك عارفي. انا مازلت صانع ريت كيفاه في حتى كيفاه على البنكينه مازلت نتعلم. ريت حتى على البنكينه كيفاه قاعد بعيد مازلت نتعلم في صنعه. لا صنعه خاطر صناعه الشاشيه مش لعبه مش تقليك مش لعبه مش لعبه. جايين احنا باش نشوفوا الصنعه الجميله اللي العباد توا تحب تفرج. يقول كيفاش يعملوا في الشاشيه؟ وهذا اللون الاخير نتاعها مزيان اللون افضل لله. الشاشيه افضل لون هذا ولون هذا. ليش مش كيف كيف؟ مش كيف كيف. وعندك كذلك شاشية تولي كحلة وترابلس وبوليتان نمسوها كحلة. علاش نقول لك في ترابلس نمسوها كحلة؟ خاطر احنا في تونس مدينة تونس هي المدينة الوحيدة في الدنيا اللي تصنع شاشية هكا الطريقة هذه في الدنيا. مدينة تونس مش البلاد التونسية الجمهورية التونسية، لا مدينة تونس داخل الأسوار مدينة تونس 300 هكتار. احنا الوحيدين في الدنيا اللي نصنع شاشية على الطريقة الجمهورية التونسية. الشاشية باش تولي هكايا تولي في الشكل هذا. مر شوف 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 تبدا شوف 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 تبدا كابوس تبدا كابوس. هذه المرحلة الأولى شوف 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 في الديار خمسة أبان شوف شوف دون لا شوف لين مس شوف شوف اللين نتاعها شوف لينة. هذه يا سيدي تخدم في الديار نسا يجيو يهزو الشغل صوف طعمة خمسة بالي يخدمو. علاش خمسة بالي؟ مش متدش فيها خياطة باهي توصل كلها دايرة سير دايرة سير. وبالطبيعة الشواشي يقول لها الأحكار نتاعها هذا مش شي شي كلها قد قد في القياس. كل واحد قياسه وش يلبس هذا كل واحد دورة راسه. فما لي راسه كبير راسه صغير. فمثلا هذيك هكا قياسك قياس تقريبا عملك شويه. اما يبدا الخدمه من هنا يقول لها كما نقول نحب اربع طزازن قياس كذا بالعقده اربع 16 طزينه حسب اللي يحب. فتخدمهم المراه ويجي الشغل من الديار يجي للحانوت. وقتها الشواشي يبعثهم يتغسلوا بالماء الصافي السخون. ماء صافي لازم يكون ماء صافي من العين ولا ماء مجرده. انا فين يمشي البطان يمشي البطان حتى الماء صافي غاديك. فما معمل الفولاج معمل غاديك فيمشي للفولاج غاديك فيتغسل بالماء. انت تعرف انه الشاشيه او الصوف عفوا الصوف كي يتغسل بالماء السخون شو يصير له؟ لا لا الصوف كي هاوش مش حل قماش هكا ولا شنو ولا انا نعرف عفوا ترى ديما يحب يحصلني بك الاسئله نتاع شنو يصير يتغسل بالماء السخون يكمش يلمها يلم هذا كي تتكمش بل يكون هكا يابسه وقتها تضرب بالكرزون لو شاردون. الكرزون هما الزوز اللي هما كيما هكايا هذايا نبتة طبيعية نبتة
تطلع في العالية، جيت العالية يزرها غديكة نبتة ثم الكرنو هذي مس أحرش كنو شوك هاي ولا هذي نضرب بيه تضرب بيه الشاشية وهي بيضة تضرب بيه هي بيضة فلترية فتري. وإذا كان ضربت ولد فتخي وبيضة وقتها نبعثوها للصبغة تمشي الصبيغة متاحة بعد الصبيغة تدخل حسيب هي مختصر الحديث أنا اختصر لك على خطر هي شاشية تاخو تسعة مراحل هكا تسعة مراحل حتى بخلافة ما نقدرش نعملوها نحطوها فهل الكتاب هذي من الخشب يجلس عليها الويش مش يعطيها هذي أغفر كيفاش هالخيط هذي هالقسمة هذي قسمة هذي تتحط فكتيمة الكتاب من الخشب لوح هذي اللوح هذي تتحط فيه ويقعد يجلس عليها قلفة ولا الصالة راو شفت هكي يقعد عليها يستويها هي. مش تبدأ في شك تعطي شكلها اللي الباس بس بعدش بعد ذلك تضرب مرة أخرى هي مصبوغة تضرب الزوز بالزوز تضرب الزوز هي حتى قبل تضرب الزوز تضرب الزوز تتقردش مرة أخرى مش تسوي وتتحط في قالب من الفخار مش تاخذ الشكل نتاعها النهائي اللي هو الحرف هذايا الشكل النهائي وإذا كان كملت هكاكا يتعمل لها النيشان النيشان هو شكل كل حانوت عندها تقول أنت ماخ ديبوزي مش نعرف أنا عمل الشاشية هكاكا نعرف أنا كون شكون صانع لصنعها خط الشاشية يا للا ذات قيمة كبيرة في تونس سينياتور نتاع صاحبها سينياتور ماخ ديبوزي علاش الشاشية عندها قيمة ذات قيمة كبيرة سهل ياسر شاشية أندلسية ظهرت في تونس مع جايين لندلس البلاد التونسية جابوها معاهم لكن يقول المؤرخين أنا في أول ما جاو لندلس كانوا يلبسوها عامة الناس بخشاش الصغار لي جان ذوي المكانة ورفعت عالية القوم يلبسوا الكشتة 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 من القماش سبعة ذراعات ثلاثة متر ونص سبعة ذراعات قيسوها هكا قماش أبيض على 50 سنتي السبعة ذراعات على 50 سنتي في عرفنا التوى مستعمل هو الكفن الكفن اللي يخفي فيه بنادم كي يتوفى كان الانسان هازز كفنه فوق راسه علاش؟ لانه يخرج يتاجر يمشي يحج يمشي كذا مات في ثنيه اش يعمل؟ في عش لا تدري نفس باي ارض تموت فيلف يكفنوه في كل على راسه وذاك علاش حنا عندنا كلمه قبل نقولوا فلان تعرى راسه اش معناه؟ معناه الله يرحمه عرّوا له راسه مش يدفنوه معناه ما عادش عنده فلوس ما عادش عنده فاللي صار انه 1800 قاعد الحكايه كانت موجوده قاعد سوق الشواشيه موجود كان فما سوق الحفصي هذا موجود نقطه حفاصه سوق الحفصي ثم يظهر السوق هذا سوق الشواشيه الكبير وسوق الشواشيه الصغير مش الشواشين ليه سوق الشواشيه اي برشا الناس يقولوا الشواشين ليه الشواشيه جمع شواشي ف 1830 سلطان محمود الثاني محمود سلطان تركيا بدل نظام الدولة نحى الانكشارية وكذا وطور السلطنة العثمانية وكان لبس الجوخة والقفطان نحى الجوخة والقفطان ولبس الغدانجوت الكاستين قال الماريشال عمار الكاستين لبس الكاستين لكن راسه كان مغطي ملوسة هذي كبرها فيها ريش هكا وديامون كما تشوفوا في المسلسلات حريم السلطان الحمد لله صورت الغدانجوت وكشرات هذي كبرها وريش فوق منها ما تجيش ايش يعمل شاف الدول اللي تبعته يلقى أن في عاصمة إفريقية عاصمة الإيالة التونسية فما شاشية لباس غطاء رأس جميل جدا أحمر ملكي من الصوف نبيل وجميل فلبسه هو السلطان محمود وأمر السكان الأقاليم الكل مش يلبسوه فالشواشي كروحه من اللي كان يغطي في روس سكان تونس شوية ولا يغطي رأس سلطان تركيا حتى السلطان المالي مرورا بألبانيا ولا وشو اسمها والاخرى بوسنيا والهرسك واليونان والشام ومصر خديوي اسماعيل كان يلبس الشاشين فيه من هنا من تونس بعديش يعمل المجيدية عملوها بعديش بدعة جديدة كليتاف قماش
يتقول ابوه يعمل المقال، اما مش خدمتنا احنا، قعدنا احنا برك نخدم هذا. على مش انتج عليه هذا، مش كون هالسوق هذايا يدخل اكثر ما يمكن عمله صعبه البلاد التونسيه. كانوا صناع الشاشيه من اثر خلق ربي، كانوا يا جماعه الشاشيه هبط عليهم الفيسك طويك، كانوا بمعنى باعتبار ان نصدروا الشاشيه لجميع انحاء الدنيا ندخلوا برشا فلوس، وهذا الشيء كان ننتج عليه. تخيل روح 200 سنه لتالي، 150 سنه لتالي، انا جاي عندي ولدي صغير عمره 9 سنين 10 سنين، جيب في يدي سي حافظ بلاي صديقي وحبيبي وعشرة سنين انا وياه، قلت له سي حافظ بلاي جيتك تعلم اللي تصنع الشاشيه، يوصل لي هكا يقول لي عبد الفطار انت حبيبي وصاحبي، اما هذو يتعلم، هذو يتعلم صناعه السياره اخي. صناعه الشاشيه كانت في عائلات، كانت مربوطه في عائلات بسامي. السيدة زي ترى فيه وريش سيناء عنده 800 سنة تقريبا في مدينة تونس العاصمة من اللي جاء بالأندلس، ماهوش موريسك، ماهوش عائلة موريسكية هيربين، ليه؟ عائلة أندلسية. أما حتى في الشارع في وجهه ظاهرة أندلسي، هذا أندلسي أندلسي موزة أبيض أحمر عيني أخضر تبارك الله عليه أندلسي، باعتبار أنهم عائلة عندهم تقريبا 800 سنة في تونس العاصمة، استقروا في تونس وجابوا السيناء هذه قاعدوا يتوارثوها، هو وريث في جدوده عائلته كلهم اخوه اكبر منه طويل، لكن تحطه هنا على البنك انه يعرف يخدم على روحه، تحط له واحد مش 100% كيما حافظ، خاطر حافظ شايف صنع اكثر، اما يعرف يخدم، اما يعرف يلقى واحد. الحاجه الطريفه هنا يعرف تاريخه ويعرف اسمها كيفاش بالطبيعه، يعرف اسمها كيفاش بالطبيعه. الحاجه الطريفه هنا انه الالات المستعمله الغدوه سايكل يحكي عليهم بالكتالون بالاسبانيوريه غدوه، مثلا هما القص اللي استعملوه الكبير هذايا باش يقولوا له سي حافظ تكليلش، هذا اسمه تكليلش مش بقص، خاطر بالكتالون اسمه تكليلش. هذا مثلا نقيو به اسمه بيزي، بيزي شنو تنقي بيك الشعر؟ نقي الشعر الزايدة، اي وصخة ولا حاجة تنقي بيك، هذوما تسماو عماير، عمارة بعد عليهم شويش كان يحطوا معاهم جلد ماعز يسمى كوارتيرش، يتحط باش بخاطر تحدد الشاشيه، يعطيك الصح ما فيهاش كي تجي عيد والواحد تاخذ الشاشيه محدده. هو لو يحدوا طريقه ماء نورمال، ماء عاد زيت، ماء زيت نباتي معاه. حطوا طريقه مش تحت التوع مش تاع الورقه. فكان هذيك تسمى بوره تخدم بالزيت باش تنجم تخدم بها الشاشيه، معناتها جوج تحط فيها شويه برشا. معناها المصطلح طريقة العمل باقي بالطريقة القديمة. الغدوة هذه بنكينة، بنكيت. الغدوة ما نساوش الصناعة. الصناعة بالطبيعة. الغدوة كذلك تقاليد تفرض أنه الشواشي عنده القلفة ونصف قلفة والصانع. القلفة هو فولنتي المعلم شواشي عنده معناتها الشخص المباشر ليه يتسمى كبيسة بانك، اللي انت مثلا قاعده في بلاصتو كبيسة بانك، هذيك تسمى الشيف كبيسة بانك، تسمى الشيف على 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 الصناع الكل. عجبتني اللقطة هذه، سامحوني باش نمارس المهنة نتاعي، تفضل. أنا الكبيسة بانك نتاع البنك هذا، نتاع البنك هذا، تفضل. واللي بجنبهم يسموا قلفات. أنت قلفة. إي. شبل. ما تبدلت الصنعة. إي بدل الصنعة. أنت قلفة. أنا على قيلة جدي فاعطوني منصب أحسن منك. دونك نواصلوا معاك. وعلاش هكا؟ خاطر انظر هو قريب للبيت، إحنا. المعلم معناها الكبيسه بانكو قريب للشيء، قريب للمعلم خذوه في المقصوره. وكنت لاحظ حاجه، فما ميزان. علاش؟ لان فما امر علي قديم ما عادش معمول به بالطبيعه، الشاشيه كانت تبيع بالميزان. انا ندخل مش نشري شاشيه.
شكون؟ قيع نقول لك كما نقول نحب قياس 28. في مثل الشاشية قياس الشاشية عندها علو مختلف، فما اللي هكا فما اللي عالي أكثر شوية وكل شيء حسب اختيارك. بعد ما يكمل كي تبدا قرمز ومرفيع حطها في الميزان نوزنها. قديش يسوى جرام الفضة في السوق؟ تتباع كانت الشاشية بسوم جرام الفضة. كل ما يسوى جرام الفضة تتباع الشاشية في قديم الزمان هذا وسالي في العصر والأوان. يا حسر على أيام زمان. تويك للأسف الشديد العبد نحت شويش عريت روسه. على ذكر يا حسر على قبل كان الرجل قبل عيب إنه ما يلبس الشاشية. ما يخرجش على سعرية. يوصل حتى قبل ما يرقد ينحيها. والصغار الصغيرات اللي يوصل عمره 9 سنين ما يلبسوش شاشية باش يحسسوا بمرحلة الرجولة اللي داخل فيها. قطع الرأس معناها وفي جميع الملل والنحل وعندها منافع ومنافع حتى تقول صوف حتى في الصيف راهي باهية تغنيك لأن تخلي الهواء البارد في الداخل وتخلي السخون برا معناها كيف اللي نوع من تحمي من الشمس تحمي من الشمس فهي معناها مفيدة للصيف والصيف. تلقى أهل الجنوب يلبسوها حتى في عز أيامات الصيف أنا ما تقلقش. حاجة أخرى لازم نعرفوها هي أن نهار اللي قررنا تنحيط الشاشية راهو جات ناتج على ديمارش كاملة ديجا في عام 1928 المستعمر الفرنسي لقى أن الشاشية في تونس هي اللي تجيب الفلوس وين يدخل العملة الصعبة للبلاد. شو عمل؟ عمل معمل في مارسيليا لصناعة الشاشية في عمل استثمار هذيك على شعر السعطان هذيك صناعية صناعية بتكلف قولوا احنا 3 فرنك الشاشية بتاع تونس يبدا هذيك وقتها تكلف 7 فرنك فكسر السوق وبدا من وقتها السوق ياكل في العصا بشويه بشويه. أنا هي حرفه مميزه اما ما عندش حظ للاسف الشديد لان الفرنسيس بدا يكسروا فيها وقت الاستعمار وكمان احنا بعد الاستقلال ما عطيناش قيمتها. في وقت من الاوقات نتفكر في وزاره السياحه كل عام طبعا عندها 15 سنه تالي قاعت اقتراح قالوا كيفاش نحييو بعض الصناعات فكره هكا حاضر في الاجتماع قلت له فما صناعه ممكن نحيوها في فيسع فيسع قالوا كيف قلت له صناعه الشاشيه قال العباد ما عادش تلبس سهل انا وزير الدفاع نخرج قرار باني جيشنا الوطني يلبس الشاشيه التونسي الوطني وقعت كالبيريه هذيك يلبس الشاشيه على الاقل جماعه الجيش يلبسوها تشوف السوق قداش ولا يخدم هكا ولا لا وهذاك اللي في الجيش ولبس الشاشيه ما مش يعطي المثال لغيره ما عندهاش البوليسيه ولا يلبس الشاشيه ولا هذاك الراي البوليس نعرفوا اللي تونسي مش نعرفوا اللي بوليس تونسي هذاك وبشويه بشويه ترجع سنه خاطر يخرج في الانتريت يقعد داخل الشاشيه يلبس ولده شاشيه وهو عسكري ولا بوليس وتحيا السوق توا الحمام الحمام اللي مصلوحين توا في السوق اغلبهم مسكرين جميع سكروا فين؟ لانه مش ما عادش فاكر الخبز ما عادش فاكر الخبز تعبوا معناها وانا نتكلم اون كونيسونس دو كوز يعني حنوت ديما هنا انا معناها وكذا حبيبي ونعرفهم ونعرف المشاكل اللي قاعده تصير معاه فبالفعل هما بيدهم يقولوا لك اكثر من هكايه كي تسالهم منك ليه تشوف المشاكل اللي موجوده في السوق. هاو باش نسالوه معناتها الحركه التجاريه نتاع صناعه الشاشيه ما زالت توكل خبز يا سيدي. بون مش توكل خبز صحيح تاكل خبز اما مش بالكيفيه اللي تصورها. مش مردود كبير معناتها فما تعب كبير فما مجهود كبير باش تخلط باش نجم تعيش فهمت دونك مش كيما قبل كيما توا. اما رغم ذلك حسيتك انت صامد مع المحل هذايا. خاطر توا نحن شكون معناتها كي تشوف انت السوق في كيما حكيك سعب سطار معناتها قعدنا 4 من الناس معناتها يتعدوا على الصوابع معناتها سي 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 لا سي سي اونتو سي اونتو معناتها دولة معناتها صناعة في دولة تونسية معناتها كلي نجم تنهض بها سي فاسيل باش تنهض بها مي مالوريزمون ماناش لاقين حظنا في الشعوب الكل تتسابق انها تحافظ على ذاكرتها وعلى تراثها. تشوف المغرب انت كي تشوف المغرب مثلا انت كي تشوف المغرب كي يروح كي يروح لك من الخدمه اول حاجه يبدل الحوايج ويبدل اللبس التقليدي نتاعو اور نحن في تونس ما عندناش المونتاليتي هذي فهمت دونك حتى في المحافل وفي المهرجانات العالميه المغاربه يلبسوا التكشيطه يلبسوا حوايج من العاديه وهي مشاشية مزيانة عاد تشوف بالنسبة للشاشية اللي قعد معناتها اللي مشجعها أكثر معناتها هو التسويق نتاعها فما ناس قاعدة تسوق لبرا
فهمت هذاك اللي شادد السوق. اما يتنحى الله يقدر معناتها تسكر الامور هذا يتولي ما عادش تاكل الخبز معناتها فهمت. مناسبات هكا نتاع السياحيه كانت فما وقت اساس مارس كان فما كان لباس تقليدي تقليدي ما يتوا ما عادش كل نكهه نتاع بكري وكل الواحد ما عادش مع تقليل ياسر توا شكون تلقى انجون من الشاشيه ولا يوم توا تسلوا على سوق الشاشيه ما نعرفوش يعرف القهوه بالحق يعرف القهوه يجي للقهوه ويصرف ايميل وباكي باش يقعد ياخذ قهوه ب 5000 ويقعد فهمني برغم كي ولا يجيش ولا يشري كاسكيت فهمتني ولا بالخير شنو تفرح تقليل نادر جدا كيما قلت لك معناتها نحن شادين صحيح علاش خاطر معناتها كبرنا فيها وكيما يعطيك الصحة ما نجموش تغيظنا كي احنا معناتها واحد باش يسلم فيها تغيظوا بصراحة. سعي في بلوغ مقصوده غيري ماشي في طريقه يسير غيري ماشي في طريقه يسير سعي في بلوغ مقصوده وانا عايش مثل الطير وانا عايش مثل الطير بايتي يغني على عوده يغني راكز يغني يطير والغابة لصوته ترن الفن عمري للفن الفن عمري للفن ما بكل مالك ولا مالك. صليحة غني برشا أغاني من اخر ما غنيت اونلاين مريض ثاني طلب يدي جميله جدا فيها حكايه طريفه كتبها كلمات الاغنيه كتبهم عمي الحاج عثمان الغربي. عمي الحاج عثمان هذا شاعر كبير عنده اغاني عديده غنيت منهم صليحه وكان من في الرشيديه كان من الفنون الادبي نشوة الدنيا الفن نشوة الدنيا وصوتها الصافي الهادي الفن نشوة الدنيا. قهوة الشواشية من أشهر مقاهي المدينة العتيقة في سوق الشواشية واللي يزور السوق ما ينجمش يقاوم ريحة القهوة البنينة وما يتمتعش بالنغمة التونسية. كل لحن وغنية نسمع صوت الكون نادي تحلى الدنيا في عيني وروحي للوجود تحن الفن عمري للفن ولا مالي أنا الدنيا ما تحلالي ما تقول مالك ولا مالي أنا الدنيا ما تحلالي.